بالنسبه للمخنفر غادي نحتاجو واحد الكيس، 3 الكيسان ديال الدقيق القمح الصلب، داك الرقيق اللي معروف دابا، نقول سميتو لا 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 اييه ايوا هذاك. كنحتاجو 3 الكيسان ديال العنبه، مع كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، مع بيضه، مع معلقه كبيره ديال الزيت، معلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه كبيره ديال الخبز، والملح دائما اللي كيبقى على حسب الذوق. وغادي نحتاجو 4 الكيسان ديال الماء دائما بكاس العنبه. وفي اخر مرحله غادي نحتاجو واحد 2 الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات. في اول مرحله فكناخذو داك الماء، داك 4 الكيسان ديال الماء دافي بطبيعه الحال، ما يكونش سخون، لانه الا كان سخون ملي كنعجنوا الخليط كيولي يدير لنا واحد الخيوط. ناخذو دوك 4 الكيسان ديال العنبه ديال الماء، كنديروهم في كاس ديال الخلاط، يعني الكاس اللي كنخلطو فيه العصير، كنضيفو عليه داك الملح، وكنضيفو عليه الخميره، وكنضيفو عليه واحد المعلقه ديال السكر، كنطربوهم مزيان، وعاد كنضيفو دوك 3 الكيسان ديال العنبه ديال الفينو وكاس ديال الدقيق الابيض. اييه كنخدموه مزيان. وفي اخر مرحله ملي كنخدموا هذا الشيء عاد كنزيدوا دوك 2 الخمارات. وما نسيت اسمحي لي، ملي كنزيدوا الدقيق كنزيدوا حتى البيضه حتى هي. اييه فكينا بيضه فعلا. اييه مع ملي نزيدوا اش؟ ملي كنخدموا في الاول داك الماء مع الخميره مع الملح مع السكر، كنخدموهم مزيان مع داك الماء، عاد كنضيفوا الدقيق وكنضيفوا داك البيضه. واخ. وملي كنخدموهم مزيان عاد كنضيفوا الخمارات ديال الحلوه. وفي العجينه في الاول درتي معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز. فوالا، معلقه كبيره ديال المعجون. أيه؟ الخميره المعجونه. أيه؟ والخمارات كنخليهم حتى لاخر مرحله. أيه؟ كنضيفوهم وكنخلطوا واحد شويه في داك الكاس ديال الخلاط، وصافي كنديروه في شي بانيو ولا في شي حاجه، وكنغطيوه ونخليوه يختمر تقريبا واحد الساعه. اييه ملي كيختمر ديك الساعه كنوجدوا المقله اللي غيقرب الى الالتصاق، كنرشوها بكميه ديال الزيت، كنخليوها تسخن تماما، وعلى حسب المقله اللي خدينا، هي كبيره يا صغيره. أيه؟ اذا كانت كبيره بطبيعه الحال فكناخذوا واحد 2 مغارف كبار، لانه هو المخنفر كيجي بحال الشكل ديال البغرير، ولكن هو غليظ عليه، ولكن كيجي اسفنجي، يعني كيجي مفشفش فعلا. مفشفش من الداخل. كنخليو حتى كتسخن ديك المقلات، وكنرشوها بداك الزيت، وكندير داك المقدار على حسب المقلات اللي عندنا. مثلا درنا مقلات اللي تكون متوسطه فكنديروا 2 مغارف كبار. كنتسناو عليه حتى يتحمر من التحت وينشف من الفوق. ايوه كيدير واحد الثقوب غليظه ماشي بحال بغرير. ملي كينشف من الفوق وكيتحمر من التحت كنزيدو نرشو داك الوجه بكميه ديال الزيت، وكنقلبوه للجهه الاخرى. ايه واخا، وكنقدموه بالصحه والعافيه. صراحه كيجي لذيذ بزاف وساهل الطريقه ديالو في البوطي، يعني ممتاز. كل ما كيجي اسفنجي يعني مفشفش ولذيذ بزاف.